بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبابي طلاب الصف الثالث ابتدائي في مدارس المدينة الأكاديمية لهذا اليوم لدرس جديد في الرياضيات. درس اليوم هو الأنماط الهندسية. الأنماط الهندسية، أولاً ما هو النمط؟ ما هو النمط؟ النمط هو عبارة عن شيء متكرر، شيء متكرر. فمثلاً نلاحظ هنا في هذا طبعاً يبوط قاسم أرض المطبخ كما في الشكل. إذا وسع العمل مستعمل النمط نفسه، فما ستكون ألوان بلاط السطح التالي. لاحظ أن مربع صغير أو بلاط بيضاء، بلاط زرقاء، بلاط بيضاء، بلاط زرقاء، وهكذا. تمام؟ الصف الأول يبدأ ببلاط بيضاء، الثاني يبدأ بزرقاء، الثالث ببيضاء، الرابع زرقاء، الثاني الخامس لماذا يبدأ؟ لاحظ بيضاء زرقاء، بيضاء زرقاء، الثاني يبدأ ببيضاء. يبدأ ببيضاء، فتكون هنا بيضاء زرقاء، بيضاء زرقاء. هذا هو النمط، أي أنه شيء متكرر أو يكرر نفسه. كما هنا نلاحظ، لو أتينا بهذه هنا، تمام، لاحظ زرقاء، بالتالي ستكون بيضاء زرقاء، بيضاء زرقاء. مثال آخر أو فكرة أخرى، مثلا تطبيق النمط. كيف أطبق النمط لإيجاد عدد معين من الأشكال؟ مثلا سألت معلمة طالباتها عن عدد القطع الحمراء في النمط. إذا تم توسيعها يصل إلى 11 مضلعة، 11 مضلعة. بالتالي وسع النمط، أي وكبره وكبره. ففي هذا الشكل لاحظ أن هناك سداسي مثلث رباعي مثلث، سداسي مثلث رباعي مثلث. لو كررنا الشكل لنصل إلى 11 مضلعة، كم مضلعة لدي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، بالتالي يحتاج إلى 3 مضلعات. لاحظ أنني انتهيت عند المثلث، بالتالي بعد المثلث ماذا يأتي؟ ممتاز، يأتي سداسي، بعدين يأتي مثلث، بعدين يأتي رباعي. بالتالي الآن لاحظ سداسي مثلث رباعي مثلث سداسي مثلث رباعي مثلث سداسي مثلث رباعي. كم شكل لدي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. توصلت إلى 11 مضلع. السؤال هو عن عدد القطع الحمراء اذا تم توسيعها تصل الى 11 مضلع، اذا احتاج الى ثلاث قطع. تمام، ويسال عن القطع الحمراء، احتاج الى ثلاث قطع حمراء التي هي رباعيه بعد ان وسعت، بعد ان وسعت النمط. بالتالي انا عندي رباعي احمر، رباعي احمر، رباعي احمر. في ال 11 شكل لدي كم شكل احمر او كم رباعي؟ لدي ثلاث، واحد اثنان ثلاث. طيب الان تأكد السؤال الأول، تأكد السؤال الأول. طبعا لدي السؤال الأول، أحدد النمط الموسع. ما معنى تحديد النمط؟ تحديد النمط أن أصفه بكلمات. الآن ماذا نلاحظ لديه؟ مثلث كبير، مثلث كبير، صغير، مثلث كبير، مثلث كبير، صغير. بالتالي لو كررت ماذا سأحصل أيضا؟ ممتازين، مثلث كبير، مثلث كبير، مثلث صغير، وهكذا. بالتالي تحديد النمط هو لاحظ لدي مثلثان صغيران مثلثان كبيران ومثلث صغير، مثلثان كبيران ومثلث صغير. مثلثان كبيران ومثلث صغير. لو وسعت النمط ايضا ماذا سيحصل؟ نلاحظ سيحصل مثلثان كبيران، تمام، ومثلث صغير. هذا معناه توسيع النمط، ان ارجع او اعيد او اكرر النمط او اكرر النمط. وتحديد النمط هو ان اكتب مثلثان كبيران ومثلث صغير. المثال الثاني، المثال الثاني نلاحظ أن لدي دائرة أو شكل، ليس دائرة، شكل دائرة، شكل، تمام، رباعي أو خمسة بيضاوي، رباعي كبير بيضاوي، رباعي صغير بيضاوي، رباعي كبير بيضاوي، رباعي صغير. بالتالي ما هو النمط؟ النمط هو، لاحظ أن لدي هذا النمط،
ايضا لاعب تمام بكاميرا مره ثانيه، لاعب بيضوي رباعي كبير، بيضوي رباعي صغير، بيضوي رباعي كبير، بيضوي رباعي صغير، بيضوي رباعي كبير، ممتاز. ماذا ياتي بعده؟ بيضوي رباعي صغير. لاحظ هذا النمط، هذا معنى توسيع النمط، اريد تكرار النمط. فهو بالتالي عباره عن بيضوي رباعي كبير، بيضوي رباعي صغير، هذا تحديد النمط وتوسيعها وكملها مثلا لمره واحده فقط. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، لا المثال الثالث، ما عدد المثلثات المستعمله في هذا النمط اذا تم توسيعها الى 30 مضلعه؟ اولا احدد النمط، ما هو النمط؟ لاحظ احبائي ان النمط هو مثلث رباعي رباعي، لكن مثلث والاخر مقلوب، رباعي والاخر مقلوب، تمام. هذا النمط، لاحظ انه متكرر. بالتالي لو وسعت النمط الى 30 مضلعه، كم مثلث وعدد المثلثات التي تحصل عليها؟ لاحظ لدي اثنين، نفرض او نرمز المثلث بمين، فاثنين مثلث، تمام، اثنين رباعي راء، اثنين مثلث، اثنين رباعي، الى ان اصل الى 30. لاحظ اثنين مثلث، اثنين رباعي، اثنين مثلث، اثنين رباعي، نلاحظ اثنين مثلث، اثنين رباعي، اثنين، اربعة، ستة، ثمانية، عشرة، 12. اثنين مثلث، اثنين رباعي، اثنين مثلث، اثنين رباعي، اثنين مثلث، اثنين رباعي، كم حصل على معي؟ واحد، اربعة، ثمانية، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، لما اصل الى 30 بعد، اثنين مثلث، 26، اثنين رباعي، 28، اثنين مثلث، كم حصل لدي الان؟ 30 شكل. لاحظ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 30. طيب ما هو عدد المثلثات؟ نلاحظ أن المثلثات كم عددها؟ نعد المثلثات طبعا. لاحظ 2 أربعة، ستة، ثمانية، عشرة، أيضاً 12، بعدين 14، 16. بالتالي كم مثلث لدي لو وسعت النمط إلى 30 مضلع؟ يكون لدي 16 مثلث. 16 مثلث. طيب هذا بالنسبة للتأكيد. مهم أيضاً مثالين في التدرب. هل أيضا مثالين في التدرب؟ نلاحظ. هل السؤال السادس والسابع؟ نلاحظ. أول شيء أحدد النمط ثم أوسعه. أحدد النمط أولا، تحديد النمط كما قلنا أن أصفه بالكلمات أو أصف الأشكال الموجودة. نلاحظ أن النمط هو عبارة عن، لاحظ، مربع صغير ومربع كبير، مربع صغير ومربع كبير. بالتالي ماذا يكون النمط؟ اثنان، او بطريقه اخرى مربعان صغيران ومربع كبير. هذا بالنسبه لتحديد النمط. توسيعه مثلا اكررها لمره او مرتين، طبعا مره واحده تكفي، لكن بعد ان تحدد النمط. بالتالي مربعان صغيران مربع كبير، او نسميه مستطيع، عفوا مستطيع وليس مربع، مستطيع، تمام، مربعان صغيران مستطيع، مربعان صغيران مستطيع، وهكذا، تمام. الان لو اراد ان نوسع النمط ماذا نرسم؟ مربعان صغيران مستطيع، مربعان صغيران مستطيع، مربعان صغيران مستطيع، لكن مره واحده تكفي. هذا بالنسبه للسؤال السادس، حددنا نمط ووسعناه. السؤال السابع نلاحظ ايضا سهل، دائره كبيره ثلاث دوائر صغيره، ما هو النمط؟ نكتب الكلمات التي قلناها،
دائرة كبيرة وثلاث دوائر صغيرة. دائرة كبيرة ثلاث دوائر صغيرة، هذا تحديد النمط. توسيعة ماذا نرسم بعد النمط؟ هذا النمط. ماذا نرسم بعدها؟ ممتاز، نرسم دائرة كبيرة ثلاث دوائر صغيرة، دائرة كبيرة ثلاث دوائر صغيرة. هذا بالنسبة للسؤال السابق. السؤال الأخير، طبعا سأترك لكم السؤال الثامن تدربوا عليه في المنزل على شكل تمرين أو تدريب. الآن السؤال، سأختار السؤال الثاني عشر وهو السؤال الأخير. لاحظ ما عدد القطع الحمراء التي استعملها عند توسيع النمط ليصل إلى 13 مضلعا. ممتاز. أولا نحدد النمط، لاحظ أن لدي كم مضلع الآن؟ 1 2 3 4 5 6. لدي 6 مضلعات، أحتاج أن أوسعها لتصل إلى 13 مضلعا، ثم أعد القطع الحمراء. ولاحظ الآن لو كتبناها على شكل كتاب، لاحظ اثنان حمراء حاء، واحدة صفراء ص، اثنان حمراء، طبعا نختار حرف حاء هو الكلمة من حمراء، واحد صفراء، أكمل تمام. النمط هو اثنان حمراء واحد صفراء، اثنان حمراء واحد صفراء. كم صار العدد عندي؟ اثنين ثلاثة خمسة ستة ثمانية تسعة، لما أصل بعد أيضا اثنان حمراء واحد صفراء. أعد الآن، اثنان ثلاثة واثنان خمسة ستة واثنان ثمانية، ثمانية ثمانية وواحد، ثمانية وواحد تسعة، تسعة واثنان 11 وواحد 11 وواحد 12، لما أصل إلى 13. بالتالي عشان أصل إلى 13 بعد الصفر ماذا يأتي؟ اثنان حمراء، لكن عشان أصل إلى 13 لا أحتاج إلى اثنين، أحتاج إلى واحدة، واحدة حمراء. الآن عد الحمراء، لاحظ هنا اثنان أربعة ستة ثمانية تسعة، بالتالي لدي تسعة مضلعات حمراء. ممتاز تمام. هذا بالنسبة لدرس اليوم، بالتالي فيه فكرتان: أولا أن أحدد النمط والسعة، ثانيا أحيانا أستعمل النمط لإيجاد عدد معين من قطع معينة في نمط معين. هذا بالنسبة لدرسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.